السلام عليكم. طهران تعلن عن أول طائرة ركاب إيرانية الصنع ستدخل الخدمة في غضون 3 أعوام. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني محمد محمودي بخش أن أول طائرة ركاب إيرانية الصنع ستدخل الخدمة في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة. وأشار محمدي بخش إلى أنه على الرغم من إجراءات مفاوضات مع الغربيين، لم تقم أمريكا وأوروبا بإجراءات إيجابية تجاه قطاع الطيران المدني، بل فرضت عقوبات جديدة في مجال الطيران وتزويدنا بالوقود في مطارات عالمية، وكذلك حرماننا من قطاع الغيار. وأوضح أنه في أكتوبر من العام الماضي كان لدينا 98 طائرة تعمل في الأسطول الجوي للبلاد، والعدد زاد إلى 175 طائرة خلال عام واحد، مبينا أنه مع توفير قطاع الغيار وبجهود صناعتنا المحلية أدخلنا عدد من الطائرات التي كانت معطلة إلى الخدمة من جديد في الأسطول. بالإضافة إلى ذلك تم أيضا شراء طائرات مستعملة لدعم أسطولنا الجوي المدني. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.